وأنا هنا أخجل من السجون العربية والسجون الإسرائيلية. السجن المكتبة السجن في إسرائيل فيها 30-40 ألف كتاب باللغة العربية. طبعا كتب أمهات الكتب والكتب وكتب التاريخ وكتب ضد إسرائيل وضد الصهيونية، كتاب كفاحي بتاع هتلر موجود. وكان في فسحة للثقافة والقراءة والتعلم، وكانت هناك طبعا في تضحيات للناس الأوائل في السجون، إنما قياسا بالسجون العربية للأسف مرة ثانية، ما هو أنت مش السجون، قياسا بما فعله العرب ببعضهم. يعني اليهود لو احتلوا سوريا فعلوا فيها هذا، لو احتلوا العراق فعلوا فيها هذا. هل قتل اليهود من السوريين والفلسطينيين والمصريين والأردنيين واللبنانيين والعراقيين وكل أحد قد ما قتلوا ميليشيات إيران في الموصل أو في حلب؟ لا. يعني هلأ السجناء السنة في العراق عندهم كتب يقرؤون بها، هذه السجناء اللي في سورية النظام السوري في سجن في سوريا، المقبرة فوقهم، القبو تحت الأرض في سجن، وبين هذا القبو والسطح أرض يدفن فيها الناس، لما يحفروا يدفنوهم الذين يعدموهم، اللي تحت يكونوا عارفين ذول عندهم كتب.